مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه لشوف تيفي. كتحتفل منظمه الصحه العالميه وشركائها في كل مكان اليوم الثلاثاء باليوم العالمي لمكافحه التدخين، واللي كيصادف 31 ماي من كل سنه، في الوقت اللي كتحدث فيه الاحصائيات عن ارقام صادمه كتهم عدد المدخنين في المغرب وكذلك يتوفاو بسبب مضاعفات الامراض اللي كيسببها التدخين كل سنه. اخر الارقام اللي وردات في دراسه سابقه نشرتها مجله لانست الطبيه المرموقه كتفيد بان العدد التقديري للمدخنين التبغ الحاليين بالمغرب بلغ خلال سنه 2019 حوالي 3,204,000 شخص، من بينهم حوالي 144,000 امراه. وحسب المعطيات المسجلة فإن عدد الوفيات الناجمة عن التدخين بالمغرب ارتفعت بنسبة 58.1% ما بين سنتي 1990 و 2019 ليصل إلى حوالي 21,400 ضحية، 20,000 منهم ذكور. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء.